عشان إذا فايدة عشان نخضرة عشان نتعلم إذا كانت واحدة ما تعرف خضروات الشيا وما تعرف إيش أنواع الخضروات. طيب يعني نعلمهم إيش أنواع الخضروات. غنى يعني نتعلم هذا مثلا غمضة كذا يعني نتعلم. حلو. رغد يعني عندنا مثلا الملمس نلمسه اليد وانه يعني تعلمنا وخذينا فكرة حلوة وانه تسلينا وبعد تعلمنا جود. يعني نغمض عيوننا صح تعب نحس الناس اللي ما يناظرون شلون بعرفون الاشياء والشيء. حلو. ليان الذكاء. حلو. جوانا عشان الناس اللي يعني الناس اللي يعني ما يشوفون واللي يعني الكبار في السن ويعني وما احد عنده في البيت هو اعمى يشوف يعني يشوف يحس بالملمس ويعرف. حلو. جمانة في استفدنا منها وتعلمنا. حلو. جوري فايدة اللمس يعني نعرف باللمس. حلو. طيب انتوا قلتوا كلام مرة حلو وكعادتكم يا بنات ما شاء الله تبارك الله كلامكم يجنن. قلتوا تقريبا اللي بخاطري يعني في شغلتين تنشيط الذاكرة. يعني تخيل انت الان مغمض لما تحاول تدرس الشيء تعرف عليه ايش اللي يبدأ يشتغل؟ المخ. العقل كذا يبدأ ايش يتخيل تنشيط الذاكرة. في تنشيط للذاكرة مرة حلو يعتبر. الشغلة الثانية اللي قالتها جود وقالتها جوانا ان نحمد الله على نعمة ايش؟ النظر البصر. نحمد الله يعني نتذكر النعمة هذه يعني تخلينا نتذكر ان عندنا نعمة مرة كبيرة احنا غافلين عنها اللي هي نعمة ايش؟ كثير من الناس ما يشوف تمام؟ حياته فيها شيء من الصعوبة فنحن نتذكر هالنعمة. تقريبا هذا الشيء اللي ببالي انا اللي قلتوه كله ها بو حتى يدين بعد يمكن ما حد اكيد هذه نعمة كبيرة من الله.